السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قال لك سيدي بان زيدان غوارديولا والحكم كولينا كيتضامنوا مع الجزائر وكياكدوا بان الجزائر تعرضت للظلم وخاصها تعادل مباراه ما بين الجزائر والكاميرون. انا والله ما سمعت هذا الشيء غير الاعلام الجزائري هو اللي قالوا، وقال بان الحكم قاسما كان قاسي عليهم وهو سبب الخساره ماشي الكاميرون اللي تفوقات، وكياكدوا بان قاسما مرتشي خد فلوس صحيحه من صامويل ايتو اللي عنده نفوذ كبيره في افريك وما غاديش يسكتوا حتى تعادل المباراه، وهذا الشيء بدعم من زيدان غوارديولا والحكم كولينا. خليكم مع شنو قال الاعلام الجزائري، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. بيب غوارديولا راهو يقول بلي ايت فوتبول، يعني سي لو فوتبول سي ليموسيون، ما تقولش ما راهوش كيما الباسكيت ولا تحبس تقول يعني مينيت داري ولا تو با كونفوكي تي جوار. است كون بو دير سي سولمون لو فوتبول، يعني نقولوا برك فوتبول، خاطر شاف هو حتى محرز الاداء تاعو كان مأثر، كان مأثر بالاقصاء، وقال باللي محرز راهو اللي تريست، يعني راهو ما راهوش في الحاله النفسيه تاعو الجيده، خاصه ان المناصرين كانوا تما، الجزائريين كلهم كانوا يستناو باللي الفريق الوطني يتأهل، خاصه بعد المباراه اللي لعبها في الكاميرون، كانت مباراه يعني جيده، الى بلوكي لو سيستيم تاع ليكيب كاميرونيز. ولكن الله غالب، هذا سي الفوتبول كيف راهم يقول بيب غوارديولا. واش رايك سي مصطفى؟ شوف واش قال غوارديولا، سي فري سي لا كريوتي دو فوتبول، على بالك الفوتبول سكيفي سون شارم هكذا، سي با توجور لو مير كي قال، ماشي اللي يلعب احسن هو اللي يفوز، لكن في افريقيا لازم نتكلموا على حاجه، على بالك بعد فوز الفريق الوطني في 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 دوالا لازم نرجعوا للتصريح تاع بلماضي، قال لك بليك مازال الشوط الثاني سيلعب وسيكون سيكون صعب 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 علينا الحفاظ على هذه النتيجه. لماذا قال هذا التصريح اليوم؟ يعني حصريا نعطيكم معلومات خطيره على واش وقع، يعني بالماضي كان يحذر من التحكيم، سلكنا من مقابلة الذهاب، يعني الحكم اللي دار مقابلة الذهاب كان يعني عموما اللي تي فيشيو بصح عموما كان يعني نزيه، لكن اللي ما يعرفش الحكم قسامة يقول لك باللي المقابلة بفوز الفريق الوطني في الذهاب سوف تحسم بدون شك رغم وجود الحكم قسامة. المحلل بعض المحللين وبعض الصحفيين بينهم انا قلنا نحذروا وقلنا بليك المقابله لو سوف لن تلعب في المستطيل الاخضر، سوف تلعب بين شرف الدين عماره الرئيس الفاشل تاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم، وبين ايتو اللي عنده نفوذ كبير في 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 الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وجات معلومات مؤكده انه هذا قسما ايلايتي طرفاي، يعني هذا قسما الى ايتي توشي بار ايتو، يعني هذه مؤكده، وشفنا في المقابله يعني بالماضي بعد الهدف الاول يعني اللي سجلوه الكاميرونيين، ويعني كان خطا فاتح على مدافع موندي، ثم فقد التركيز يعني ولا يعس، يعني يتكلم كثير مع الحكم الرابع المصري، في كل مره يشتكي من الحكم قسما. وهنا نفتح قوس، بعد المقابله صرح تصريح خطير، قال لك بلي الفيدراليه ما قدرش تحمي لا الجزائر. مصطفى معزوزي، يعني سور سيت كيستيون، يعني تاع الشكوى اللي قدموها يعني الفاف ال 21 هذا من الشهر، الفيفا ستدرس الملف، يعني واش رايك انت؟ هل في امل سي مصطفى بعجاله سي مصطفى؟ شوف نتكلم ببعض ثواني على الطعن هذا، على بالك بلي هذا الرئيس الفاشل لا كان لازم عليه بعد ساعتين فقط بعد المقابله، لان القانون يقول بعد ساعتين تقدر تقول بعد انتهاء المقابله بساعتين تقدر تدير طعن على المقابله، هو استنى
قريب 48 ساعه باش يقدم الطعن. يعني شوف 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 يعني واحد اللي ما عرفش كره القدم ويجهل القوانين. هذا الطعن هذا ما لازمش نبيعوا الريح للجزائريين هكذا. الفيفا تقبل طعن وتعاود المقابله في حالتين. الحاله الاولى هناك رشوه بالدلائل، يعني رشوه الحاكم قسمه بالدلائل، او انه الحاكم بذاته يعترف بالاخطاء نتاعو امام لجنه اخلاقيه الفيفا، يقول باللي كان غلط الفريق الجزائري ونعترف هنا الفيفا تعاود المقابل. لكن في هذا الطعن تاعنا ما تنساوش باللي الفيفا سوف تدرس طعن المقدم من طرف الفيدراليه ضد الحاكم قسامة، لكن قسامة والمحافظ المقابلة المصري قدموا ثاني طعن، ماشي طعن، قدموا دلائل أنه المقابلة ما جرتش في ظروف جيدة. هناك محاولة أونفايس مونتيرا، رمي الأحجار، دونك نقدروا ماشي برك ما يعاودوناش المقابلة، يقدروا يقسيوا الفريق الوطني بمقابلة أو بمقابلتين بدون جمهور. طيب. يعني ما لازمش نزرعوا أمل سوف لن يجد به نفعا، لأن اليوم الفريق المتأهل إلى المونديال هو الفريق الكاميروني. طيب. يعني هنا بعد صفيرة الحاكم قسامة الفريق رياضيا هو الفريق الكاميروني، لكن ما تدريش لأن كل شيء مسيس في الفيفا، بلك ولا عندنا نفوذ، بلك بعض البلدان القوية توقف مع الجزائر في هذا الطعن. من الممكن يعني فيه كلام سي مصطفى يقولوا باللي ممكن زيدان دخل في هذا، ماشي غير زيدان، حتى تصريح تاع الحاكم الشهير الايطالي كولينا. إيه؟ يعني تكلم عن التحكيم ويعني قال باللي هذاك التحكيم ما كانش في المستوى، ويعني اعطى الحق للجزائر. طيبين الفيفا لا ما تحكمش بهذا الشيء، تحكم بالدلائل. سور سيت كاستيون مصطفى، يعني لافونير تاع الكوتش بالماضي واش رايك؟ يعني بعجاله مصطفى ما بقاش بزاف الوقت، تفضل. يعني انا رايي الشخصي اللي كنت نتبع مليح الشخصيه تاع جمال بالماضي وكيفاش كان يتكلم في الندوات الصحفيه، نقدر نقول لك باللي بالماضي مستحيل يكمل في ظل هذه الكارثه الكرويه اللي موجوده الان، منظومه فاسده باكملها. يعني هو يعني انا نعطيها لكم رسميا، يعني بقاء على راس الفئه الفاض عمارة سوف يعجل بذهاب بالماضي. لكن عندنا معلومات أن السلطات السياسية حبت تفعل المستحيل باش يبقى جمال بالماضي مدرب وطني، لكن بتغييرات جذرية ممكن أنه يقبل. لكن يعني هو يعني الكونترا تاعو هو يعني كان كونترا دوبجيكتيف الوصول الى المونديال. يعني هنا يعني رياضيا هو فشل. يعني كي نعرفوا الشخصيه تاع بالماضي قال لك انا نتحمل المسؤوليه في اخر ندوه صحفيه بعد اللقاء، قال لك انا نتحمل المسؤوليه كامله وسوف اتخذ قرارات هامه. يعني قرارات الهامه هذه يعني سوف يستقيل من الفريق الوطني. مستحيل انه يواصل في ظل هذا البوليسمون اللي موجود خاصه في بيت الفيدراليه. مصطفى معزوزي، خلينا مصطفى معزوزي، دونك سؤال كارتون جون ولا كارتون روج للقسامة، واش رايك سي مصطفى؟ يعني مفروغ من كارتون روج بليس راديياسيون افي، ما يوليش اربيتري. انا كارتون روج هذيك ما تقنعنيش. يعني هذا الحاكم مرتشي، معروف انه هايلي. يعني في كل مقابله يكون البطل فيها، يعني البطل فيها لانه يخسر فريق ما. يعني اليوم الجزائر انهزمت خارج اطار الرياضي. اليوم لازم الشعب الجزائري يفهم بانه الفيدراليه الفاشله هذه اللي يقودها عماره فشلت في حماية الفريق الوطني، وأدت هذا الفشل أدى إلى إقصاء تاريخي من المونديال كان في متناولنا وفي متناول الفريق الوطني، لأن عندنا فريق وعندنا جيل ممتاز. شكرا. هذا الجيل يعني ما يقدرش يعاود يولي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا.
كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.